أولية تصل الآن فيما يتعلق بحريق اندلع في مرفأ بيروت. كما تشاهدون الحريق كبير بحسب ما أرى في الصورة في الواقع. طبعا أنا في انتظار أن يتيسر الاتصال مع أحد زملائنا مراسلين هناك ليعطينا فكرة على الأقل ولو أولية عن هذا الحريق، عن حجمه وعن أسباب اندلاعه في الواقع. يعني كارثة تحل في المرفأ بعد كارثة الانفجار. بكل الأحوال مرة أخرى نبقي عينا على هذه الصور كما سنشاهد الآن في الواقع. هذه صور أيضا ثابتة ومنها صور فيديو الآن لهذا الحريق، لا نعرف خلفياته في الواقع ولا يعني نحبذ التأويلات ولا التفسيرات قبل أن تتضح الصورة في الواقع. فهذه من الصور التي تأتي على ما يبدو بشكل مباشر من مرفأ بيروت، ونرى هذا الحريق الذي اندلع هناك. هذا الحريق بحسب ما يقال حتى اللحظة يعني من ناشطين لبنانيين في أحد مستودعات هذا المرفأ. لا نعرف ماذا يحوي هذا المستودع، ولكن مرة أخرى يعني لم يمضي 40 يوم تقريبا على كارثة انفجار هذا المرفأ حتى يأتي هذا الحريق أيضا، ربما يعني الأمر الذي يقلق كثيرا من اللبنانيين. كما قلت في انتظار يعني أن يتيسر الاتصال مع أحد مراسلينا هناك أو مراسلاتنا حتى نأخذ فكرة ما الذي يقال على الأقل حتى اللحظة عن أسباب هذا الحريق وكيف تتعامل الأجهزة الأمنية يعني والدفاع المدني اللبناني مع هذا الحريق الذي اندلع في أحد مستودعات المرفأ كما نشاهد.